اوبا، انا شو عملت لك؟ نخسرت قدامك. لا تخاف، هذا قسم الشحن الدولي. ليك هلا انا رح فجر لك قسم النقل كمان، شفت؟ اي وانا كمان رح فجر موقف الشحنات. فجر لشوف، حلال عليك، لا توقف. اها، راحت كل الشحنات. وهلا دوري انا بالتفجير، شوف شو رح اعمل. لك انا حاسس انه رجعنا اولاد صغار. اها، خسر الامبراطور وبيت رشاد رشدان افلسوا على الاخر. اسمعني هلا، خلصنا من مصطفى قلتك؟ وشو اذا اعترف بكل شيء؟ والله ما عاد عرفت شيء، خليه بالاول يحلحل كل مشاكله. ليك شرفت الملكة والأميرة، معلمينا الجدد إذا شافونا عم نلعب بيطردونا والله. شوفي كيف عم يبتسموا بغباء، معناتها أعصابهم تلفت ونحن هلأ ماشيين صح. وأنا أعصابي بلشت تتلف كمان. واثقين من حالهم كتير، ها؟ تقول هالشركة شركة اللي خلفوهم. رح روح ساوي التعديلات على العقد وبرجع لهم. لوين ولا؟ سليم، لوين رايحة؟ رجعي تبعي هدول، علمتلك على التعديلات بالأحمر. حاضر خانم، بس خليني شوفها قبل ما توزعي على الكل هون لو سمحتي. تكرم عينك. رشاد رشدان ما اجى اليوم؟ لا ما شفته هون. زهرة بدي فنجان قهوة بس بسرعة. شوفي، مسحت كل الصور تبع امبارح وما رح يقدر ينشرها. وناطر اشكرك ولا شو؟ عم بقول لك لطمني، صاير عم تفكر فيني بآخر فترة من يوم ما تعرفت عليكي وما فرقتي بالي ولا لحظة. ايه بالمناسبة، مساكولة مصطفى مبارح وهلأ هو بتحي. هو اللي عاملها؟ يعني طلع هو اللي قوصه؟ هلأ هو المتهم الوحيد، مرام بعدي عنه لمصطفى. مانو مثل ما انك فكرتي. انا دائما بنغش بالناس. ماشي بطريق غلط. هلا ماني فاضي لك. ماما، شو جابك؟ خالو كان رح يوقع عنك بالوكالة. قلت لأجي بنفسي. طيب بابا وينه؟ عم يصيد سمك. سمك وين البقية؟ بقاعة الاجتماعات. شوفي عثمان، بتمنى انه تحكي لي الحقيقة يا ابني. عن جد انتو ما لكم علاقة باللي صار لكريم؟ صارحني. ماما قلت لك من قبل ما لنا علاقة باللي صار معه. ولا حرضتوا مصطفى ضده ما هيك؟ ماما على التليفون كمان حكيتي نفس الحكي وحطيتيني بموقف محرج قدام الكل. بس قلبي ما انه مطمن. اطمني ماما اطمني. انا قلت لك ليش ما انك مصدقه؟ شو بنا يعني بدك احلف لك لتصدقي؟ وبيسان كمان ما انا مصدقه اساسا. بيسان هي اختي. انا رح روح ناديله، احسن ما تضلي قاعده هون عم تستنيهم. بيسان خانو، ما كان في داعي تجي، في مين يوقع عنك؟ إذا قائد السفينة ترك فلازم يجي واحد بداله. مرحبا. أهلا وسهلا. بعتقد ما كان مفروض نترك الزلم يتصرفوا على راحته.
وهلأ على شو بدي وقع؟ رايح أجيب لك كل الأوراق. ما في داعي تجوا معي، رجعوا لشغلكم. خليني وصلك ماما. لا ما في داعي، أنا رح وصلهم. مرحبا، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أنت كمان عم تشتغلي هون مع أمي؟ إيه، رح نكمل من مطرح ما وقف أبي هون. رغم كل شي عم يصير، صدقيني انبسطت كتير بشوفتك اليوم مرام. عن إذنكم. جوزك عامل لي حاله عم يمر بأزمة نفسية، فقعدتك محله أكيد رح تلطف الجو بيناتنا.